ازيكم عاملين ايه؟ هوريلكم الفرق النهارده بين الجلاد الصيني والجلاد الاصلي، زي ما انتوا طلبتوا مني هوريه لكم النهارده. يلا بينا. اول فرق هيبان لنا بين الجلاد الصيني والجلاد الاصلي اذا كان الماني او هكسس الفرنسي. هوريلكم دلوقتي ازاي ان احنا نعرف الفرق بين اللونين. عندنا اللون هنا هنلاقيه شويه غامق وهنا شويه فاتح. هتلاقوا كمان اللمعه هنا قويه شويه زي ما انتوا شايفين كده لو تلاحظوا معايا، وهنا هتلاقوها مطفيه شويه. دي اول اختبار. تاني اختبار علشان تشوفوا الجلاد ممكن تفتحوا الورقه من ورا وتبصوا بالطريقه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. عادي مش لازم يكون لونه كده، اي جلاد تقدر انك تعمله اللون ده او تجيبه صيني او اصلي هتلاقي برضه نفس اللون في انواع معينه. اذا كانت اللون فاتح فبيضطروا يحطوا اللون ده علشان يغطي على لون السياره لو لونها غامق، لو انت هتحولها من الاسود للابيض فهتلاقي اللون ده. بس الفرق هنا مش في اللون اللي ورا او في الجلوب اللي ورا، الفرق هنا هي دي. هتلاقوا اللي انتوا شايفينها دي اللي هي عامله زي عش الدبابير دي لو تلاحظوها معايا، هنا مش موجوده في دي لو تلاحظوا معايا، وهنا موجوده. ده عش الدبابير احنا بنقول عليه علشان بيفرغ الهواء، زائد اللمعه، زائد هنا بصوا الجلاد عامل ازاي وهنا عملت ايه لو تلاحظوا معايا. هنا الورقه ناشفه انما هنا فول كيرف، انما هنا بتتمط معايا من غير هيتر، وهنا للاسف ناشفه انكسرت بسرعه. فده للاسف الفرق بين الصيني والالماني او الفرنسي اللي هو هكسس، وبين افري وهكسس، وبين الصيني اللي احنا بنستورده وبنقول ده احسن خامه وللاسف بتاثر على السياره. ما انصحش اي حد يشتري الصيني، وكمان في نفس الوقت ياخد ماتيريا كويسه من شركه معروفه. كان معكم محمد ومسلم من قناتكم جينيوس كارز.